الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إذا أيها الأخوة أيها الكرام قد أخذنا من الوحدة الثالثة بعض الحوار الحوار الأول الحوار الثاني والحوار الثالث نعم طيب لو اسألك يا اخي لو اسألك نعم يا شيخ متى تستيقظ؟ استيقظ عند الفجر احسنت اين تصلي الفجر؟ يصلي أصلي 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 الفجر الفجر في المسجد هل تنام بعد الصلاه؟ اقرا القران لا, 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 لا هل تنام بعد الصلاه؟ لا لا انام لا انام بعد الصلاه ماذا تفعل بعد الصلاه؟ اقرا القرآن. اقرا القران ومتى تذهب الى المدرسه؟ الساعه سابعة. سابعة. سابعة أحسنت هل تذهب بالسيارة؟ في جميل في أ... لا. أ... لا أذهب لا أذهب لا أذهب أ... في جميل أ... بالحافلة حافلة جميل. أحسنت أحسنت طيب نعم يا شيخ متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ تقول مبكراً مبكرا نعم أم سلي ومتى تستيقظ؟ ومتى, تست... ومتى تستيقظ يا شيخ؟ أستيقظ متأخرًا ماذا تفعل في الصباح؟ سلي هذا ماذا تزحف في ماذا, ماذا تفعل؟, تفعل في الصباح أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت؟ اقرا قرآن او تقول اقرا صحيفه او كتابا اين تصلي الجمعه أصل الجمعه في المسجد الكبير نعم وانت تصلي واين واين تصلي صلاه الجمعه اصلي في المسجد الكبير ايضا احسنت احسنت بارك الله فيك نعم هذا يوم العطله انت شيخ هذا يوم العطله उमल की चाह में ये जरूरी नहीं कि आप ये वाले जुमले कहें मेरे सवाल का जवाब दे बस आपको समझ में आया तो ठीक है आपको नहीं आया तो आप मुझे कहे रिपीट करें हो सकता है मैं उर्दू में भी रिपीट कर सकता हूँ फिर हम्म तय है ماذا ستفعل يا طارق؟ ماذا ستفعل يا طارق؟ أب أَكْنَسُ سَأَكْنَسُ سَأَكْنَسُ غُرْفَةَ الْجُلُوسِ ما معنى هذه الجملة؟ سأكنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ صرت فاطمة كنت طارق وصرت فاطمة طيب وماذا؟ شوف الفرق عندما كنت ولد عندما كنت طارق قلت لك وماذا تفعل او ستفعل يا طارق عندما صرت البنت فاطمة قلت لك وماذا ستفعلين لا ستفعل هذا للولد ستفعلين للمؤنث ماذا ستفعلين يا فاطمة قل سأكنس سأكنس غرفة النوم نعم أعد سأكنس سأكنس غرفة النوم أعد أعد سأكنس نعم أحسنت. وماذا ستفعل يا أحمد؟ نعم جواب صحيح. ولكن قل سأغسل الملابس. سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين؟ تفعلين. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكفي. سأكفي الملابس. سأكفل ملابس. أنا سأغسل الأطباق. ما معنى هذه الجملة؟ أنا سأغسل ال لا ملابس الأطباق. أطباق. أحسنت. نعم أنت جد. وأنا س وأنا سأقرأ القرآن. طيب شوفوا يا للمذكر الغائب غائب. يفعل تفعل تا في البدايه هذا للمخاطب مذكر طيب افعل همزه همزه في البدايه هذا للمتكلم سبيكر يفعل هو ويك مارد كرتاه تفعل تويك مارد كارتاح تفعل يفعل اه وجابه وقاب غائب تفعل <applause> second person تفعل أنت أفعل أحسنت طيب فهمتم هذا فهمتم مم. نعم إلى أين وصلنا نتحادث نتحادث فقط نعم هذا مفيد جيد أحسنت هنا سنتكلم إن شاء الله التراكيب النحوية هذا للتكلم أيضا أليس كذلك؟ طيب الصفحة تسعون تسعون لا ناينتي ها 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 تعال أشوف من هم و من هم و طيب مم.

يوم العطلة جوابك يوم العطلة لا نعم <applause> طيب نعم التراكيب النحوية التدريب الاول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال تبادل انت تقول شيئا وانا ارد عليك شيء طيب السؤال والجواب مع زميلك ما معنى زميل 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 كلاس ميت هم جماعت اپنے دوست کے اب آپ جو ہے سوال اور جواب کا متبادلہ کریں جیسے مثال میں ہے. ما هو المثال متى تذهب الى المدرسة متى تذهب 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 شوف التاء في البداية متى تذهب يذهب تذهب أذهب متى تذهب إلى المدرسة أذهب الساعة السابعة أذهب الساعة السابعة طيب أيها الإخوة هذا المثال يشير الى هذه السوره طيب اليس كذلك نعم نتبادل السؤال والجواب عن السوره الثانيه ماذا نجد في السوره الثانيه البيت والواحده طيب لو اسالك يا اخي انت شيخ نعم متى تذهب الى البيت اذهب الساعه أحسنت بارك الله فيك ما... طيب متى تذهب إلى المستشفى لأن الطبيب يذهب إلى أين يذهب إلى المسجد طبيب يذهب إلى أين مستشفى, مستشفى. طيب هذا عمله مهنته طيب متى تذهب إلى المستشفى دكتور صاحب أب <تصفيق> <تصفيق> الثانية <تصفيق> الثانية <تصفيق> نعم لا بد أن تجيب بهذا طيب متى تذهب إلى المستشفى نقول أيضا صحيح صحيح نعم صحيح كلاهما صحيح أنت صحيح وأنا صحيح أيضا نعم الساعة الساعة <تصفيق> <تصفيق> طيب ما في انجليزية ها؟ طيب هذا سهل أذهب الساعة داش طيب متى تذهب إلى المسجد؟ <applause> ثالثة شوف الصورة مكتوب هنا طيب متى تذهب إلى العمل؟ مهندس هذا نعم الساعة السادسة لا ما في سادسة الرابعة مهندس أنت مهندس شيخ أنت مهندس متى تذهب إلى العمل؟ عمل كام بيك جاتي هو؟ الساعة رابعة أحسنت طيب أسألك يا شيخ في أي دور الشقة؟ في الدور الخامس او خامسه ها ما في خامسه طيب مم نعم العم جاء العم طيب ماذا نسال عن الام متى تذهب الى بيت العم اذهب الساعه السادسه طيب متى تذهب الى المدرسه انت شيخ أذهب أستابع أستابع الساعة السابعة, السابعة. السابعة طيب بطلاقة متى تذهب إلى البيت أذهب أذهب نعم أذهب الساعة الساعة العاشرة هذا صحيح طيب متى تذهب إلى العمل الساعة الثانية أحسنت طيب هذا السؤال وكيف نجيب على هذا السؤال طيب لو نسألك متى تذهب إلى البيت متى تذهب إلى البيت الثالثة أحسنت متى تذهب إلى البيت أحسنت متى تذهب إلى البيت أذهب أحسنت متى تذهب إلى البيت أحسنت متى تذهب إلى البيت السابعة أحسنت متى تذهب إلى البيت الواحدة اللح... أحسنت متى تذهب إلى البيت الساعة الساعة الثانية متى تذهب إلى البيت أحسنت بارك الله فيك نعم التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال اين تصلي الفجر اين تصلي الفجر اصلي الفجر في المسجد اصلي الفجر في المسجد طيب نعم, نعم أصلي في مسجد الطاهر أو في مسجد طاهري طيب كما قد درسنا في الدرس السابق أصلي الجمعة في مسجد بلال طيب في مسجد خديجة في مسجد أبو بكر أصلي مسجد أحسنت نعم أين تصلي الفجر أصلي الفجر في المسجد أين تقرأ القرآن؟ أحسنت أين يشاهد التلفاز؟ شوفي للصورة أين يشاهد التلفاز؟ يشاهد التلفاز في الغرفة في الغرفة أحسنت هو يشاهد لست تشاهد هو يشاهد في الصورة هذا الرجل طيب فهمت طيب أين يتوضأ يتوضأ هو يتوضأ في الحمام أحسنت أين يغسل الأطباق يغسل الأطباق في المطبخ في المطبخ ما نهي يغسل الأطباق وو بليتس دو هي كيتشن أغسل أغسل ما دراه. ها نعم ها. أين ينام الطفل؟ أحسنت أين يغسل الملابس؟ أحسنت أين تصلي الفجر؟ أحسنت أين يقرأ القرآن؟ يقرأ هو يقرأ أحسنت في البيت في المصلى جواب صحيح أين يشاهد التلفاز مم. نعم شوفوا هناك فرق في السؤال أين يشاهد هو أنا لا أسألك عنك إنما أريد أن أسألك عنك أقول في السؤال أين تشاهد أين تشاهد تلفاز هو يسأل وهو هو يقول في السؤال أين يشاهد هو مم. وہ کہاں پہ ٹی طيب ليس يقول أين تشاهد لذا نقول في الجواب يشاهد هو دیکھ يشاهد التلفاز في الغرفة وكم کمرے میں ٹی وی اشاهد بالهمزة شوف الهمزة ها نعم طيب ها ايوه نعم ثيرد بيرسون لا سكند بيرسون تف... تشاهد تشاهد نعم التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين ما هو المثال هناك مثالان المثال الاول ماذا تفعل ماذا تفعل ماذا تفعل شوف تفعل انت ماذا يفعل احسنت ماذا تفعل انت ماذا افعل انا افعل افعل بالهمزه في البدايه يفعل يا للغائب المذكر تفعل انت لل متكلم آه ليس مفتم. للمخاطب للمخاطب المذكر أفعل للمتكلم سبيكر أفعل طيب ماذا تفعل أقرأ القرآن طيب ماذا تفعلين تفعلين هذا للمؤنث فهمتم بارك الله في ولكن في الجواب تقول البنت أيضا أقرأ القرآن أقرأ first person كليه دنو سيم استعمال لدك ب أقرأك هيجي ولدك ب أقرأك هيجي. أقرأ القرآن لو كنت ولد أنا ولد لو كنت بنت أقرأ القرآن سواء طيب ولكن في السؤال هناك فرق ماذا تفعل للمذكر ماذا تفعلين لل مؤنث نعم ماذا يفعل ماذا يفعل يقرا القران ماذا يفعل يقرا القران طيب للمؤنث ماذا تفعل ماذا تفعل لا تفعلين تفعلين للمخاطب هناك بعض الصيغ

थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर फीमेल ये सेगा जो है ना दो के लिए इस्तेमाल होता है अब हमें कैसे पता चलेगा तफ आलो hmm. लड़की यफ आलो लड़का तफ आलो लड़की तफ आलोफ आलो तफ आलू तो एक लड़का करता है तफ आलू वो एक लड़की करती है लिदाकुल तुम तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर मेल व थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल फहिम तेजा फहिम तुम मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं यह जो तफ आलू का सेगा है ना इसकी खासियत है यह दो दो जगह इस्तेमाल होता है नंबर एक सेकेंड पर्सन सिंगुलर मेल तू एक लड़का करता है तफ आलू तू एक लड़का करता है तय तू एक लड़का बैठता है तफहमु तू एक लड़का समझता है तू एक लड़का दाखिल होता है तय तू तो एक लड़का निकलता है इसी तरह यह तफ आलू का सेगा जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है वो एक लड़की तफ आलू अल उल अमल लड़की काम कर रही है ठीक रही है वही मैं कह रहा था हम कैसे करें? According to the context. जब हम लड़की से बात कर रहे हैं तो सीधे ही पता चलेगा लड़की के लिए है जब हमें लड़के से बात करनी है सेकेंड पर्सन मुखातिब सेकेंड पर्सन तम साथ लगे पाना पता लड़क इस्तेमाल से ठीक है

मसलन मेथलन, मसल आप इसे कहना चाहते हो मेरी मम्मी जो है ना मस्जिद जाती है नमाज पढ़ने के लिए आप इसे कहोगे तैरबू उम्मी इल मस्जिद तो इस इसे तो कोई ताल्लुक नहीं इसको खाली आप बता रहे हैं तैरबू उम्मी मेरी वालिदा जाती है तैरबू उम्मी मेरी वालिदा जाती है इल मस्जिद इसका तो कोई दखल नहीं है उसमें ठीक है तो जब उसी से आप बात करोगे उसको कुछ कहना चाहते हैं आप उसी के बारे में तो तब उसके बारे में आ सकता है मिसाल मैं आजाद आप क्या कर रहे हैं या आप इससे कह रहे हैं कि वो लड़की क्या कर रही है मैं आजाद ही है मैं आजाद आलो ही है वो एक लड़की क्या कर रही है आजाद आलोही है इसको समझो आप डोंट बी कंफ्यूज्ड <حكي> نعم اس لیے اس نے کہا نا دیکھو نیچے اس نے دیا ہے یہاں پہ دیا ہے يقرا القران یہاں پہ کیا دیا ہے لڑکی کی جگہ تقرا القران طيب نعم اذا اقول لك ايها الاخ المبارك نعم شوف إلي عن هذه السورة ماذا يفعل احسنت احسنت تبارك الله فيك نعم شوف الصوره الثانيه ماذا ت... ماذا تشاهد شوف شوف في الصوره بنت ولا ولد بنت هناك لذا قالت تشاهد इसलिए تشاهد يا تفعلوا يدوك दो के تشاهد वो एक लड़की جواب تشاهد تشاهد التلفاز احسنت احسنت هكذا ايها الاخوه حاولوا حاولوا طيب مره ثانيه ماذا تشاهد لا 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 اني الصوره ماذا تشاهد 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 التلفاز احسنت هكذا طيب نعم انت يا شيخ ماذا يقرا يقرا, يقرأ الصحيفه خلاص مم ماذا يفعل هذا الرجل في الصوره احسنت احسنت مم ماذا تغسل احسنت هي هي مؤنثه اليس كذلك تغسل طيب تغسل الأطباق نعم ماذا يقرأ؟ يقرأ الكتاب أحسنت وانفر هذا الأخ طيب خرج نعم مم. ماذا يفعل ماذا تفعل تفعل أنا أسألك أنك ماذا تفعل أقرأ مم. ماذا تفعل what are you doing? أدرس أو أقرأ الكتاب أقرأ الكتاب ما كتاب الرهاب طيب ماذا تفعل أحسنت شوف أيها الإخوة شوف ماذا تفعل तुम एक लड़के ये समझाने के लिए हाँ ये उर्दू में मत जाना तुम एक लड़के लड़का हाँ लड़की क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो मसल मै वैत आलू पही मैं तफ का दूसरा एक मतलब है कौन बताएगा वो एक लड़की क्या कर रही है वो एक लड़की نعم نعم طيب فهمتم هذا لا بد أن نفهم هذا لا بد أن نفرق بين هذا وهذا طيب لو أقول لك ماذا تفعل تلك البنت ماذا تفعل تلك البنت ها أحسنت ماذا تفعل أنت ماذا تفعل أنت أحسن ماذا يفعل هو؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو يدرس هو يقرأ الكتاب هو يكنس الغرفة هو يكفي الملابس هكذا أيها الإخوة طيب شوف هناك فرق تفعل هذه الصيغة قد تستعمل لهذا وقد تستعمل لهذا كيف نفهم وكيف نفرق بالسباق والسياق

زور دي جي ها نعم ماذا تفعل أشاهد التلفاز ماذا تفعل أغسل الملابس ماذا تفعل أكذي الملابس ماذا تفعلين ها؟ ماذا تفعلين طيب حسن حسنا حسنا التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، المثال ماذا ستكنس؟ ماذا ستكنس؟ افهموا السؤال اولا ماذا ستكنس؟ ما معنى هذه العباره؟ ماذا ستكنس؟ ماذا؟ ماذا ستكنس؟ مم. سأكنس غرفة الجلوس سأكنس سأكنس غرفة الجلوس طيب مم. ماذا سيكنس؟ لو أسألكم ماذا سيكنس؟ أحسنت بارك الله فيك ماذا سيغسل سوره ثانيه ماذا سيغسل نعم هذا ماذا سيغسل لا لا اغسل يغسل سيغسل الملابس انتبه انتبه نعم ماذا سيكفي مم. ماذا سيكفي احسنت سيكفي الملابس طيب ماذا سيصلي سيصلي الفجر احسنت نعم ماذا سيقرأ سيقرأ القران احسنت ماذا سيشاهد 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 التلفاز نعم سيشاهد التلفاز ما معنى هذه الجمله سيشاهد يو. نعم لو قلت سأشاهد سأشاهد ما تي في سأشاهد هم وو. تي في देखिएगा نعم ماذا سيغسل أحسنت سأشاهد سأشاهد التلفاز آه نعم سأشاهد سأشاهد نعم ماذا ستكنس سأكنس غرفة الجلوس سأكنس غرفة الجلوس طيب ماذا ستكنس طيب ماذا ستكنس سأكنس غرفة الجلوس نعم في ما في سأكنس غرفة الجلوس ما في في طيب نعم ماذا ستكنس سأكنس

أحسنت ماذا ستكنس سأكنس الحمام ها تكنس الحمام طيب ماذا ستكنس أكنس أكنس أحسنت ماذا ستكنس طيب اسألوني ماذا ستكنس سأكنس المسجد طيب سأكنس المسجد سأكنس المسجد. سأكنس المسجد، ما معنى هذه الجملة؟ أحسنت، أحسنت. ما مسجد كاجارو جوهنا لكاونغا. نعم. أنا أدرسكم في المسجد. أنا أدرسكم كم أنتم أنا أدرسكم في المسجد ها بدارا أنا أنا أدرسك خلاص هذا سهل هذا أدرسك ولو كانت البنت أنا أدرسك طيب ولكن هذا لا يجوز لا 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 أدرسكما هنا صيغ مفردة طيب उधर रिसु कैंत उधर रिसुकुम्मर रिसुक उदर रिसुकी उधर रिसुकुम्म उधर रिसुकुन्ना मैं आप सब लड़कियों को पढ़ा रहा हूं तय फहीम तेजा फहीम तो जईयेद तयब ملخص التراكيب ماذا قرأنا في هذه الوحدة التراكيب المختلفة مثلا قلنا أقرأ القرآن طيب لو أسألك ماذا تقرأ أقرأ القرآن طيب ماذا تفعل في بيتك أفعل كتابة البيت طيب أفعل الكتاب ماذا تفعل بالكتاب قل أقرأ الكتاب طيب أفعل قو بس شو شكران كتاب كتاب زيد أقرأ الكتاب كتاب بدران؟ طيب متى تستيقظ لا تشوف إلى الكتاب شوف عندما أسألك اذهب إلى ذهنك إلى مخك وابحث عن الجواب وقل لذهن أين الجواب لهذا السؤال متى تستيقظ؟ متى تستيقظ من النوم؟ قل أستيقظ. طيب متى تستيقظ؟ مم خلاص أستيقظ عند الفجر. أستيقظ قبل الفجر. فجر أهلي أستيقظ بعد الفجر. فجر بعد أستيقظ عند الظهر. الظهر كيف أكتبتهم؟ مثلاً، مثلاً أستيقظ مبكراً أحسنتم، أستيقظ متأخراً طيب؟ مم نعم هذا نعم، افعلوا هذا في البيت، طيب؟ لا نريد أن نضيع الوقت طيب؟ مم الأصوات وفهم المسموع. اسكو جارميدي كيغاب. يجو هنا اسكو جارميدي كيغاب ها؟ مم. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات ما معنى الأصوات؟ إحسان. جمع صوت. صوت أصوات. مم. نعم. صوت الطاء طاء kafan an diqta hunak harfan ta 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 po la naqulu po po jabibubar jo hai na po isko mota padhna hai po ka nafifa mihi hulu laddu po गलत तो, तो, नकुल तो, 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 तो को पढ़ा जाता है किसी भी हालत में और ता को जो है ना बारीक पढ़ा जाता है तैयब हम्म किसका मकरज तो, वो से पूछो <laughs> <laughs> तो मैं बस तो को निकाल सकता मकरज में नहीं बता सकता ط ليس ليس ط لا طا 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 هناك زبان كي نوك ثناء وليا كي جد, جد ليس نوك, جمع نوك جمع كنارة هي كي جد هي كنارة هي ط لا أدري ما أدري ما أدري طيب ها استمع وأعد طارق لا نقول طارق يا طارق ما معنى طارق أيها التارك تعرفون تارك الصلاة الذي يترك الصلاة وما معنى طارق طارق ها ما معنى طارق طارق والسماء والطارق ما معنى طارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب جمكته وتارى طيب مم. مم. طوها مم. طه لا نقرأ أيها الإخوة إخوة هكذا طه طه هذا مبالغة فاطمة فا فا فاطمة 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 لا هذا فا غلط لطيفة لطيفة الفطور الفطور ما معنى فطور؟ لا هي فترة فطره معناه فترة طيب ايش معنى فطور؟ بريك فاست الفطور بريك فاست نعم فليس فطور هذا بفتحه الفاء فطور فطور ليس في الكشمير كما نقول فطور في ذهنك فطور لا الاطباق الأطباق. طيب الطاء من الأحرف القلقلة. أليس كذلك؟ كم هي أحرف القلقلة؟ خمسة. نعم. قاف. طاء. جاء الطاء. طاء. جيم. بادال أحسنت. قطب جد. إذا نقول الأط الأطباق. الأطباق. ठीक है तो हरूफिकाल कलम में आपने पढ़ा होगा जब उन्हें जज्माती है तो उनकाल कला होता है पो बैब पोल को तैल को पल तैल पो ते قومه طيب تامة طيب نكتفي على هذا القدر وسنستمر بعد صلاة الظهر إن شاء الله أو نكتفي نكتفي بعد صلاة الظهر نكتفي طيب كما تشاءون مش كاميرات المديرة